السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميتريزور سكري سالي. ان شاء الله غادي نقدم لكم ان تارت طارطه بالطماطم وبالموتزا. غادي نحتاجو لها لا بات فيتي، الورق المورق، الورقه المورقه هي هذيك الورقه المورقه، مطيشه عندي قطعتها دوائر، طوماط سيغيز، الموتزاريلا حتى هي قطعتها دوائر، عندي زيت بلديه ولا زيت الزيتون، الخردل اولا لا موتارت. هنا عندي هنايا لي زارب دو بروفونس او الاعشاب المنسمه، عندي البازيليك او الحبق، وعندي الابزار او الفلفل الاسود. هذا الراجل اللي راجل اللي نوضتو يديرها، بغيت عشا قلت له نوض طيب العشا والملحه. صافي غادي ناخدو لا بات فيتي، الورقة المورقة ضحكتني. غادي ناخدوها، غادي نتكوها بالفرشاة، نتكوها مزيان باش ما تنفخش. هو راه كيوري لكم زعما، راه كيشرح ليكم منين نتوما مسكين. ساعة قطعت لص قطعت له الصوص، حتى الصوت ديالي درت الفواو في راسي، اما كون خليته يشرح زعما راه منيته راه خدام. فالعجينة المورقة، والله البنات صافي مشى للراسه، هي العجينة المورقة ماشي الورقة المورقة. هيا صافي، بعد ما غادي نكملوها كاملة في وهذا مزنزن، كان غادي ندهنو لها ندهنوها الوجه كامل بلا موطارد. هانتوما كيما هتشوفوا، يعني ما تخافوش من لا موطارد، ماشي ديروا غير واحد الكوش رقيقه، لا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال لا موطارد، يعني ندهنوه مزيان. ان البنات انتوما غادي تشوفوا في هاد لا طارت ما فيها لا بيض لا كريم فريش لا حتى شي حاجه، ولا موطارد يعني راه مع لا موتزا فاش كدوب كتهبط ليها الجلد ديال هاد الحرورية وكل شيء، فهمتو؟ يعني ماشي ضروري انها ما تخافوش منها، تقولوا لا راه حارة لا موطارد، لا يعني المطيشة كتطلق، يعني فاش كتجي كطيب راه كتطلق الماء ديالها مطيشة، والموتزا كتطلق حتى هي المذاق ديالها وكتذوب، فكتجي رائعة بنينة. نتمنى تجربوها وتشوفوا تردوا عليا الخبر كي غادي تجيكم. صافي انتوما كيما كتشوفوا دهنلها الوجه كامل ديالها بلا موطارد. انا قال لي واش نخدم صبعي، قلت له لا يخدم راه ما تخافش راه غاسل غاسل يدي زعما ماشي، قلت له لا يخدم ورا البنه في اليدين. صافي وهنايا غادي نبداو كنستفوا الماطيشه والموتزا على شكل طريف ديال الماطيشه ديال الطماطم البنات اللي ما كيفهموش الدارجه، والطريف ديال الموتزاريلا طرف طرف هكا، حتى غنمشيو ندورو على الوجه كامل ديال لا طارت. هانتوما كيما تشوفوا كامله. صافي من بعد فاش غنكمل الكميه كامله اللي عندي، حيت غادي نرش عليها رشيشه ديال زيت الزيتون، وغادي نرش عليها رشيشه ديال الملحه، رشيشه ديال الابزار هانتوما، وغادي ندير الاعشاب المنسمه، وغادي ندير يعني غادي ندير لهم كلشي داكشي اللي وريتكم، غادي نديرهم من الفوق. هنا كندير لي طوماط سيغيز باش كنزوق بيهم يعني من الفوق. صافي يعني هما حيت لي طوماط سيغيز فيهم واحد البنه زوينه باغابور الماطيشه الاخرى الكبيره، داكشي علاش بغيت نديرهم. صافي رشيشه ديال الملح ما غاديش نقوي، ورشيشه كما قلت لكم ديال الابزار ديال الاعشاب المنسمه ديال الحبق، رشيشه من كل حاجه، وخطيط ديال زويته بلديه، وغادي ندخلها للفران نشعل عليها، انا شاعله من التحت ومن الفوق. صافي غادي نخليها حتى تطيب على خاطرها البنات، حتى نحس بان العجين المورق طابت عندك، وتخرجوها تبان لكم تحمرات من الفوق وتخرجوها وهي ما طايباش من التحت.
صافي، ها هي البنات الطايبة المضطة، يعني دابت وجاية بنينة وجات لجيدة. نتمنى تجربوها وتعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديدة، وبسلام عليكم.